مستمرين بصباحنا غير مع ضيوفنا سالي وعم نحكي عن الشباب واكيد دورهم كمان بهذا الوقت. اكيد سلمى، مستمرين مع محمود ومعك ايضا نور. خلينا ننتقل كمان لك لنتعرف اكثر عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها، كيف التدريب عم تتدربوها؟ الاوقات دائما بظل الظروف احيانا ما حدا بيطلع من بيته، بس انتم رغم هذا الشيء حبكم للمسرح او لتقدموا شيء عم يخلوكم تروحوا او التدريبات؟ الإصرار والإصرار للموهبة والحب للموهبة بيخلينا نستغني عن كل شيء كرمال الشغل هذا. تفضل احكي لي كيف بتم التدريبات؟ كيف بتتم؟ بتتم التدريبات هلا أول شيء بخبرنا الأستاذ محمود قبل فترة إنه عم نجهز هلا لعرض جديد. نعم. بيعطينا الفكرة والشغلات هيك الأفكار عنه، فنحن بنصير نتخيلها بنعيش الواقع. بتعيد كثير ولا بتتدرب كثير؟ ولا تدريباتنا حسب ولا العرض. ولا تمام. إذا كان العرض يعني إذا قومي أو شيء هيك كثير، بدها تدريباتنا شي شهر. بكالوريا أنت، هذا الشيء ما بيأثر على دراستك ولا؟ عم نسق هيك وهيك. عم تنسق ولا مبسوط؟ لا مبسوط لأنه بتحب. حلم التمثيل حلم. ان شاء الله يا رب هيك بعد هالبكالوريا ممكن تدخل معهد عالي، ممكن يعني محمود مثل الشباب اللي بعمر نور اللي عم ببلشوا، ممكن يكون هذا الشيء طريق لهم ليعرفوا هن شو بدهم شو حلمهم. اكيد هذا الشيء بشجعني اني انا تابع معهم للنهايه للوصلوا للي هن بدهم اياه، يعني مثل هلا نور عنده بكالوريا لقدام هو بدي اقدم للمعهد العالي للفنون المسرحيه، انا بضل بساعده بضل معه بضل جنبه لحتى يوصل لحلمه، يوصل للفكره اللي هو بده اياها للاراده اللي هو بده اياها، هدفه أن يكون ممثل مسرحي، أنا بوصله للشيء اللي هو بده إياه. بالعكس هذا الشيء أنا عم فخر كتير الكبير وشرف لي أني أنا عم بشتغل على مواهب ورغبات كتير قوية مثل نور السلطي. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن العرض الأخير اللي قمتوا فيه بكلية الحقوق، خبرنا تفاصيل أكثر. عرضنا الأخير بكلية الحقوق كان هو حفل تخرج لدفعة شباب جامعيين بكلية الحقوق، كانوا متخرجين من الكلية، حبينا نعطيهم شيء ذكرى حلوة من الجامعة، بيتذكروا حتى لو طلعوا من الجامعة بيتذكروا كل ذكرياتهم، كيف كانوا يقعدوا بالمقصف، كيف كانوا يقعدوا قدام الكشك، كيف كانوا يقعدوا بالقاعة، حتى على طابور الشؤون حكينا عنهم بطريقة كوميدية. يعني ضربتوهم على الدور وعلى الدور وعلى التأخير. ذكرناهم بكثير شغلات، ذكرناهم شلون كانوا يقعدوا بالجامعة، شلون كانوا يقعدوا بقاعة الامتحان. صحيح. كيف كانوا يغشوا، كيف كانوا يشتغلوا، كيف كانوا يدرسوا، كيف كانوا يلقطون المراقبين. تمام. اي حكينا عنهم بطريقه كوميديه، انبسط الخريج، انبسط انه عن جد هيك كان يصير معنا مواقف 4 سنين ما بننساها، وانا واثق انه هذا الشيء راح يحكيه لابنه وابن ابنه. صحيح. يعني دائما الحياة الجامعية هي ذكرى كتير حلوة لكل يلي انتهوا منها وبلشوا بحياتهم العملية. نور مستعد تخلص بكالوريا وتفوت للمعهد العالي، يعني قديش الحلم عندك ما حيوقف؟ يعني انت حاليا عم تتدرب، هيدا فرصة كتير حلوة، بس الفرصة الأكبر هي بعد ما تكون دارسة ومحقق شهادة. خلينا نحكي شوي كيف هلأ عم بتنسق بين الدراسة وبين التدريبات؟ كثير هلأ في يعني أحيانا في عروض ما عم صح لي إنه وقت يكون عندي امتحان ويكون عندي شيء ضغط بالدراسة ما صح لي شارك فيها، فيعني عم بزعل شوي بس إنه لا يلا معلش في مين يساعدك. محمود لازم تكون عم تساعده لنور. اكيد انا عم وقف معه بكل مرحله هو عم بيعيشها، بس اخر عرض هو اشتغله كان عرض كوميدي على طلبه هو، لانه تعب كثير بمسرحيه يوم سليم، كان دوره بذوي الاحتياجات الخاصه. حلو. حبينا نطلعه شوي من المود لشيء كوميدي، كان دوره البدوي. تمام. وغطته التلفزيون الاخباريه، كان دور انه هو يكون طالب بدوي نزل على المدينه، يعني شيء كثير حلو وعفوي، طريقته كثير كانت حلوه، حبينا الجو، حب الجو نور واشتغل الشخصيه. تمام. طيب محمود خلينا نحكي شوي، يعني انتم كلكم شباب من اعمار تقريبا متقاربه بين المرحله الثانويه والجامعه، هذا الشيء اكيد دائما يمكن بتدوروا عن شخصيات مخضرمه شوي قديمه شوي تعطيكم نصائح باعتبار انتم بالبدايه، خلينا نقول يمكن تثقل شوي الموهبه تبعتكم، مين شجعكم، مين دعمكم، يمكن من الفنانين او حتى من الاشخاص اللي اشرفوا او كانوا جنبكم بالعروض المسرحيه؟ تمام. بدايه العروض المسرحيه نحن كنا كانت الفرقه عم تتدرب بجمعيه المسرح الحر تحت اداره الاستاذ عبد الجليل اريحيا،
شكر كبير له انه احتضن الفرقه لفتره معينه. الاستاذ محمد الخياط كمان وقف معنا، اساتذه كبار وقفوا معنا، طلاب من معهد العالي للفنون المسرحيه كانوا سنه تخرج كمان وقفوا معنا، كانوا يزورونا، يزوروا الشباب بالبروفات. انا عندي خبره بالمسرح، خبرتي صغيره بالنسبه لطالب اكاديمي، اكيد انا ما راح اوقف باتجاه طالب اكاديمي، فهو كان يساعدهم للشباب بروفات والتدريبات. انتقلنا بعدها لجمعيه نحن الثقافيه، كمان الاستاذ ايميل بوجه له شكر كبير انه ضم الفرقه لفتره معينه، استفدنا منهم كثير، استفدنا من خبره كنت الشباب. كنتوا مع نحن انضميتوا لنحن بفتره معينه وهلا حاليا؟ تمام هلا حاليا فرقه الاعمال الفنون المسرحيه جزء لا يتجزا تمام من شباب تجمع الوحده الوطنيه باداره الدكتور شادي الملك. هذا الشيء فخر كبير لي اني انا انتسبت لهيك تجمع شبابي واعي باداره الدكتور شادي الملك، بوجه له شكر كبير انه قدر تمام هلا انه يضم الفرقه، يضم المواهبنا القويه لحتى نشتغل شيء، وعم يحط ايده بايدنا لنقدر نوصل رسالتنا. ان شاء الله الرسالة بتوصل للكل، جهودكم طبعا ما تضيعوا، اكيد ما حتضيع بسوريا بالذات وخصوصي بظل هالظروف. شو ناويين تعملوا بال 2018؟ يعني 2017 2016 كان حافل بالعروض، يمكن 2017 اكثر يعني اشتغلتوا تعبتوا اكثر بال 2017 2018 شو الخطة اللي راسمينها؟ تمام هلا بداية طول ما في عنا تلفزيون الأخبارية السورية عم يغطي أعمالنا وعم يغطي فعالياتنا، أكيد نحن ما بنخاف لأنه رسالتنا عم توصل، رسالتنا عم تكون صغيرة بالمسرح. في تغطية إعلامية كبيرة مثل التغطية الإعلامية الأخبارية أكيد رح تكون أكبر وأحسن لقدام. نحن اشتغلنا 33 عرض، الشباب استفدوا من 33 عرض بال 2017، لقدام بال 2018 نحن بدنا نشتغل شيء سينمائي وثائقي عن أعمال وطنية كل فترة زمنية عم يعيشوها، عم يعيش البلد، عم يعيش الوضع، نحن بنشتغل عليها عرض مسرحي أو فيلم سينمائي. طبعا هذا الشيء بداية 2018 الشغل نحن نشتغله، ما رح نحكي بنوب عن الأزمة لأنه نحن عشنا الأزمة 5 سنين وانتصرنا، هلا بدنا نحكي عن انتصاراتنا، بدنا نحل مشاكلنا اللي كنا عايشين فيها بالأزمة. بداية هلا نحن أول عرض بدنا نشتغله كوميدي، أكيد بدنا نحكي عن الانتصارات اللي كنا اللي بلشنا فيها هلا وننسى الازمه. اكيد يعني يمكن نحن دائما سالي بنحاول يكون معنا الشباب السوري بكل تجاربهم، صحيح. بكل عفويتهم، بكل حتى خطواتهم الاولى لحتى نقدر نقول انه لسه في امال ولسه في بكره احلى. بدنا نشكر وجودكم معنا، اثبتنا نحن انه قدرانين نشتغل. اكيد شكرا لكم. شكرا كثير لكم، ان شاء الله يا رب التوفيق، بنتمنى لكم التوفيق نوره بدراستك وبشغلك، وبدنا نتمنى لك ايضا محمود لك التوفيق ويعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك سلمى. مشوارنا الصباحي يوصل لختامه لكن النهار بعده ببدايته، خلوا التفاؤل مرايتكم لتحققوا كل شيء بتتمنوه. اكيد ابقوا على اطلاع على كافه الاحداث من خلال التغطيات المستمره على شاشة الإخبارية السورية. موعدنا بتوقيت الياسمين كل يوم الساعة 9 الصبح، الرحمة لشهداء سوريا مدنيين وعسكريين. كل التحية لكم وإلى اللقاء. يسعد صباحك سالي، إن شاء الله نهارك كفايته كلياته سعادة وخير، وأكيد لكل يلي عم بيتابعنا خلوا الابتسامة هي رفيقة لتقدروا تكفوا بقية نهار بنشاط وطاقة كبيرة. أكيد لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة أو باقتراح ابقوا على تواصل معنا عبر موقعنا على الفيسبوك صباحنا غير. لحراس وصناع الأمان أبطال الجيش العربي السوري نهاركم دائما عز ونصر، تبقوا بألف خير وباي باي.